صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1050 من كورس C# DB Example Support. دلوقتي بفضل الله عاوزين نجيب رقم الصف اللي دوسنا عليه كليك يمين لشاشة بحث الموارد FRM Supplier Search، اهي دبل كليك عليها، هات الكود نكمل عليه. هنيجي هنا هنعمل متغير من نوع انت هنسميه رو اندكس، هنظبطه الديفولت على سالب 1، يعني مش متعلم على حاجة. هنعمل ايه تاني بقى؟ هنيجي عند الفورم تاني وهندوس على الجريد ده، وهنجيب الايفنت وانزل معايا ادور على الايفنت اللي كنا عملناه قبل كده اهو اللي هو ماوس كليك، هندوس عليه دبل كليك عشان ندخل فيه. بص يا باشا، انت مش هتظهر القايمة خير لو الرو اندكس جايلك باكبر من سالب 1، يعني متعلم على حاجة. هجيبه ازاي؟ هننده على الرو اندكس وهنقول له بص انت بتساوي، انا هنادي على الدي جي في سيرش سبلاير، هقول لها دوت هيت تيست، هاتيلي معلومات عن الدوسه بتاعتي. هتقول انا عايز الاكس والواي، اقول لها خدي من الحدث اي دوت اكس كوما اي دوت واي دوت، انا عايز منك ايه؟ انا مش عايز الكولومن اندكس ولا كولومن اكس ولا رو واي ولا اي حاجه، انا عايز ايه؟ انا عايز الرو اندكس، ده اللي انا عايزه منك دلوقتي. خلاص وادي ايه سيمي كولون كده، انا قفشت رقم الرو. اعمل ايه بقى؟ اقول له ما تظهرش ابدا الا لو الرو اندكس ده اكبر منين؟ من السالب 1. ما تظهرش خالص غير لو اكبر من السالب 1 اهي، تمام كده؟ كده ما يظهرش الا لو في حاله ايه؟ اكبر من السالب 1، غير كده ما يظهرش. تمام؟ شغل كده، تسجيل الدخول، هات البحث، هات بحث المورد، كليك يمين في كل ده ولا الهوا، لكن في الاعمده برضو لا، لكن هنا في البيانات ماشي. بص ليه؟ لان انت فعلا جبت الكلام ده، لكن عايزين نحسسه ان هو داس على حاجه واختار حاجه حتى كمنظر يعني. فاجي اقول قبل ما احدد هقول بص يا دي جي في سيرش سبلاير دوت
كلير سيلكشن، الغي كل التحديدات اللي فيك. ليه؟ علشان بعد كده احدد انا على الصف اللي هو اختاره من الرو اندكس. وصلت الفكره؟ اللي هو مش هيدخل اصلا في الافايه دي الا لما يعدي سالب واحد، يعني فعلا هكون مختار حاجه يعني. طيب فهنقول له ايه؟ هنقول يا دي جي في سيرش سبلاير دوت الروز رقم رو اندكس دوت سيلكتد، خليه السيلكتد بتاعه على ترو، فيقوم معلم عليه، يقوم يحسسه ان هو داس على حاجه. شغال كده، خد بالك انا كده بالفعل بثبت ليك ان انا بجيب رقم الرو بفضل الله اهو. هات المورد، بص كليك يمين، بص ليه؟ لان بعلم لك عليه. لو دوست بره كليك يمين ولا اي حاجه خالص بره البيانات، لكن كده يدوس. شايف؟ اختار بقى اللي انت عايزه، اخترت حذف، اخترت تعديل براحتك. بص كليك يمين هنا، كليك يمين هنا، كليك يمين هنا براحتك. هنا لا، مفيش بيانات، دوس على البيانات يا باشا. شايف؟ بص هي دي بقى ايه الهيد تيست، بتجيب لك الشغل بتاعك. شايف؟ شايف عامل ازاي؟ يبقى احنا كده بفضل الله جبنا الاندكس بتاع الكليك يمين بتاع الرول اللي دوسنا عليه في بحث المورد. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.